هاي نحن جينا لهون على مكان اسمه جاردان بوتانيك. هذا كل انواع، شو في انواع برود وازهار بالعالم موجوده هون. هيدي البحيره، هاي هلا نحن بعدنا برا، بعدنا هلا فتنا. ليكو هالبحيره، ليكو هالمكان. هاي الخريطة هون، حطوا هون الخريطة كيف الواحد بده يروح. شو في هون كلهم، هيدا الشرح موجود. هيكم الا مكان ما اجمل. نحن ماشيين، حبيت انا فرشيكم من البداية على هذا المكان، كتير حلو. كله مرتب ومنظم. هلا بفرجيكم جوا، مكان جدا رائع وحلو. عادي عادي، ايه لايكو هون. هون كيف حاطين مثلا كل مكان مسمينه ببلد. ايه لا اله الا الله، سبحانك يا الله. ليكو الشجر كيف، طبيعة طبيعة طبيعة، والاروع من هيك. ليكو الشجرات كيف ميلين، سبحانك يا الله. هو مكان هيدا فعلا كبير، وهيدا بنمشي فيه يعني لنوصل للأزهار اللي موجودة فيه. هيكو هون شو وادي فرانس. هيك ليكو هيدا المكان. المكان نحن
احنا فايتين عليه من هون. لايك شو حلو. رغبة للمشاهدين قالوا لي صوري لنا بكندا، فحبينا نلبي طلباتهم وهينا عم نصور لكم. كندا جدا حلوة، بلد جميلة جدا، وهذا المكان معروف يعني. شايفين بكل مطرحة، لايك شو حاطين، مثلا حطوا هون شرح عن كل شيء. كل مكان انه شو فيه اشجار، شو فيه مثلا انواع من هونيك من قبل، شو فيه نوع من هاي الحشرات. هلو. هاي بحيرة صغيرة كأنها ايه. عم تيجي المي، واو تيجي المي علينا. اوه هون في وحل، مثل الجرس، مثل هيك منظرة شو حلو. واو هلا بلشنا بالازهار.
ايه حلو حلو. طبعا كل شجرة، كل وردة، كل شو اسمه محطوط عليها اسمه ليك ومن وين. هيدا الاسم، شايفين كل وحدة ومن اي بلد. هيك وهاي مثلا، واو، هيدا اسمه كمان. وهاي اسمه جاد كاسكادا. وي لك شو حلوة ها. هاي اسمها كمان، كل وحدة ومن أي بلد.